القضية هو أن دفاع الطرف المطلوب في الدعوة تقدم بطلب يرمي إلى أو ملتمس عفوا بإحضار موكلي لما كانت حنا اعتبرنا القضية جاهزة، ولكن هما التمسوا مهلة باش يحضروا التمس باش يحضر الموكل ديالو. حنا لم نعارض في ذلك ولا نعارض، لأن المسألة مرتبطة أساسا بحقوق الدفاع، وحقوق الدفاع مقدسة، الشيء اللي كيجعلنا باش نحترموها ونأكدوا عليها في هذا المقام، وكما أننا كنأكدوا على شيء أساسي هو أن هذا الملف ما كان له أن تكون هذه الضجة كاملة لولا الطرف الآخر أرمى بالموكلة ديالي في السجن ظلما وعدوانا دون أي قرائن أو حجج، يعني فبركة ملف ما عندوش العناصر ديالو اللي هي مادية أو معنوية. حنا ثقتنا في القضاء كبيرة، لا القضاء الاجتماعي ولا القضاء الزجري في عين السبع، ثقتنا في أنه كافة الأطراف غادي تحمل المسؤولية ديالها للمضي في معالجة هذا الملف بشكل قانوني وبشكل لا يمس بأي طرف كيفما كان، سواء من ناحية ديالنا حنا كدفاع أو من ناحيتكم نتوما كإعلاميين، لأن الإعلام هو سلطة رابعة يقوم بواجبه، ولا يعتقد أي كان أنه غيمكن يكمم الأفواه للمحامين، لأنه لولا المحامون لما كان الفضح للخروقات والفضائح اللي عشناها في هذا الوطن في سنوات الرصاص. أقول لمن يريد ومن يسعى إلى تكميم أفواه المحامي أنك واهم، أنك غتسد الفم ديالهم في التواصل مع وسائل الإعلام، لأنه لو كان ما كانوش المحامون في المحاكمات الكبرى اللي عرفها هذا الوطن في سنوات الرصاص ومشاو فيها آلاف المعتقلين وآلاف الشهداء وما تمش التعريف بها لدى المنتظم الدولي الحقوقي عن طريق وسائل الإعلام، لما كان اليوم المغرب متصالحا مع نفسه. فلذلك أقول لمن يسعى أن يركب لنا الكمامة لفمنا راه واهم وغلط، والإعلام تنحييه لأنه تيقوم بالدور ديالو وهذا دوره، وإلا لما كان يتسمى سلطة رابعة، ما كانش غيتسمى سلطة رابعة لولا أن الرسالة نبيلة ديالو في إيصال المعلومة، في فضح الخروقات، في فضح كل التجاوزات اللي كدار. لما الموكلة ديالنا تم الزج بها بدون حق بدون سند بدون امر اللي كيستوجب الاعتقال ديالها، يعني اضطرت هي واسره ديالها وعبد ربي والزميل الهيني وغيرنا من الزملاء والزميلات اللي تنصبوا مشكورين في هذا الملف لوسائل الاعلام. لذلك انا كنقول في هذا المقام انني كنشكر الاعلام، وكنقول لمن يريد اسكات صوت المحامي يعني تريت، انك واهم وإنك غلط، وراه ما غاديش تمكن لك تحقق لك هذه الأمنية، لأنه لو لم يكن المحامون في طليعة فضح الخروقات وبمساعدة الإعلام لما وصلنا للمصالحة، لما وصلنا للإنصاف، لما كانش العالم، والعالم ماشي غير المغاربة، يعرفوا عندنا زمان مارت ودرب مولاي الشريف، خرجوا محاميين ونقباء أجلاء حقوقيين يقام لهم ويقعد ويتواصلون مع الإعلام، وسرتهم وسكتهم.